بحث مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عددا من مشروعات القوانين والقرارات المقدمة من الحكومة، ووافق المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والقرارات المقدمة من الحكومة. الجلسة شهدت الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، والذي يستهدف استحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر والتوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، ما يدعم الاستثمار ويجلب مزيدا من النقد الأجنبي. تمت كلمة إشادة لابد أن أوجهها للحكومة الرشيدة بصفة خاصة وللدولة المصرية بصفة عامة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما نلمسه جميعا من نية صادقة في التعامل مع ملف الاستثمار في مصر الحقيقة بطريقة تمثل طفرة تكفل للاقتصاد المصري الانطلاق إلى آفاق لم تكن مسبوقة من قبل. الحقيقة أن مشروع القانون اللي بيأتي في توقيت مهم للغاية، هو عقب المؤتمر الاقتصادي اللي طالب بتقديم تحفيزات للقطاع الخاص وللاستثمار سواء كان الوطني أو الأجنبي، أيضا تلاه مؤتمر الاستثمار، وأيضا تم الاستجابة فيه لمطالب كثيرة جدا وقدمت الحكومة تسهيلات كثيرة. هذا التعديل هو نقطة هامة جدا في ملف الاستثمار في مصر، نحتاج المزيد من التعديلات، لكننا في صدد هذا التعديل وموافقة مجلس الشيوخ عليه اليوم هي نقطة كبيرة وإضافة حافز جديد للمستثمرين في هذه المرحلة الهامة للدولة المصرية، خاصة أن هناك صناعات تستهدفها الدولة المصرية بشكل كبير جدا، منها صناعات الهيدروجين الأخضر وصناعات الرقائق الإلكترونية، وهو حافز لهذه الصناعات ليدخل فيها مستثمرين جدد، خاصة أن التمويل بتاعها يكون من النقد الأجنبي بنسبة تتراوح ما بين 50% على الأقل من النقد الأجنبي الخارجي يكون داخلا في هذه المشروعات، وهو حافز إضافي للاستثمار ومنظومة الاستثمار في مصر بشكل كبير. النهاردة يمكن مشروع القانون قانون الاستثمار هو قانون من أهم القوانين اللي يجب النهاردة أن احنا ننظر إليها في ظل بعض المشكلات أو التحديات اللي بتقابل الدولة المصرية، ولذلك النهاردة قدمت الحكومة بتعديل مادتين اتنين من القانون، أهمهم إن احنا إزاي نقدر نعمل عملية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بنحط له قواعد معينة ضد حوافز استثمارية جديدة، حوافز ضريبية جديدة، الهدف منها هو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتعد الحوافز الضريبية هي من أهم عوامل الجذب التي يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة. وعقب الموافقة على مشروع القانون، رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة على أن يبحث المجلس العديد من مشروعات القوانين في جلسات قادمة.